مسلسلات رمضان السنه دي كان فيها تنوع ملحوظ. بقدم صاحبه المقام الرفيع في التمثيل. اول ما جالي الموضوع وقعت في غرامه. الطيبين ما بيكسبوش، لكن اللي بيغير وشوش كل يوم بوش شكل ده اللي بيلم القروش. النجم بيومي فؤاد، خالد سرحان، عبيد صبري، خالد انور، سلوى عثمان، كيام قمر، مصطفى درويش، شريف حافظ. ما بيفكرش غير ان هو يعمل الصح لكل الناس. خلينا نسأله شويه اسئله محرجه، بس احنا ايه، نشيل من على نفسنا احنا الحرج. طب ما انا اشوف السؤال وسلوى اللي تجاوب. لا لا لا. اكتر حاجه بحبها في شكلي كرشي. اكتر حد تعبك في اللوكيشن من اللي قاعدين. بكلمك مش بترد. مشغول مش كده؟ طب ما تقول. الحظر تخني كام كيلو؟ تصدق انه تخني 3 كيلو. مين بقى اللي هيفرفش فيكم؟ معكم منى الشاذلي، الجمعة الساعة 9 مساء على CBC.